السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع، ونتمنى السلام للجميع ورمضان كريم. طبعا يا إخوان، بصعوبة أنا قدرت أحصل جوز من الغربان. طبعا هاي الغربان لقيتها مربيها عند صديق إلي، كان مربيها وهي صغيرة. طبعا هذيك الغربان اللي نزلنا عليها زي ما انتو شفتوا آخر غراب كان طاير، وصعب انك تجيب غراب كبير وتخليه أليف. طبعا هذا الغراب سألت أصدقاء إلي فجايبوا مربي اثنين، هم صغار، يعني جبت اثنين، في كمان واحد بدنا نشوف نربيه. طبعا احنا في الآخر راح نطيره. الغراب كثير ناس بتشاءموا منه هالطور. طبعا هذا الغربان في منها انواع، هذا النوع اسود غامق بيجي زي ما انتم شايفين، وفي انواع وبيجي اسود وعلى جناحه بني. يلا خد. طبعا انا كنت اشاهد مرات الغربان الطول الخبز الناشف عن الارض، يعني شفتها بعيني هاي، وياخذ الخبز الناشفه لان هي يابسه كثير، يحطها بالمي يغطسها وبعدين يرد ياكلها. طبعا الغراب طائر ذكي ذكي جدا، يعني ما بدك خلاص شطه. طبعا كثير ناس بتتشائم من الغراب، الغراب بيعتبروه شؤم، والبوم معنا بيعتبروه برضه فال مش منيح، لكن هذا الحكي يعني لا اعتقد، لانه ربنا خلقه. البوم طير جميل جدا، في ناس بقول لك البوم بجلب الشؤم. الغراب في ناس بقول لك انه من الفواسق، ما بعرف انا بصراحه، لكن الغراب هو طائر خلقه ربنا، الغراب من الطيور اللي علم الانسان على الدفن، سبحان الله. طبعا الغراب هو طائر يعني حجمه كبير، هذا من النوع اللي بيجي كله اسود. طبعا عندنا مثل دارج، شو بيحكوا عندنا؟ روح زي غراب البين، يعني بواحد اجى حكى لواحد شغله، او واحد اجى بقول له زي غراب البين، هيك عندنا المثل دارج، انه انت زي غراب البين. هذا مثل عنا دارج، عنا امثال كثيرة. او بيجي بقول لك واحد مثل البوم، مثل البوم، او مثل غراب البين، هيك عنا هاي الامثال لما بده يحكي واحد للتاني دارج. لكن الغراب جميل جدا، يعني انا بصراحة كدي اول مرة بفكر ربي غراب، ما بعرف كيف اجي عبالي، مجرد اني انا شفت عش الغراب وكنت اعرف عن الغربان واشوفه، بس ما جاش في بالي يعني مرة اني اربيه واجيبه. لكن في ناس قالوا لي جمال بدنا تفرجينا الغراب، او تجيب تربي غراب نشوف كيف الغراب. طبعا هو ذكي جدا شاطر زي ما انتم شايفين، بصعوبة انا قدرت احصل على اثنين. بده شوية هذا ترويض، ومربيه صغير بس لازم بدهم شغل. يلا بس بدي اياه يلف حاله. زي ما انتم شايفين الغراب، السيد غراب محترم. طبعا هناك تجارب كثيره اجروها على الغربان، اكتشفوا انه فعلا ذكي، يعني طير مش سهل، عنده ذكاء. مظبوط غراب؟ غراب تعال نمشي معك شوي. وداي كيف الغراب، حلو ولا لا؟ حلو. وين علبة التعقيم اللي معك؟ ايوه شاطر ده. هذا وداي ابن اخوي، بحب الحيوانات والكلاب ومجنن ابوه. ليش تحبهم؟ شاطر وداي.
شو تبي تيه؟ الكلاب مستغربة. أظفرية للغراب مثل الدبابيس. اقعد جيرمان، اقعد اقعد. ايوه خلي الغراب يتعرف على الكلاب. تبي تيه؟ يا باي شو 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 أظفريه بجرحه. تبتي تبتي مستغرب. تعال بلجيكي، تعال تعال بلجيكي. شوفوا ما أحلى الغراب، والله إنه طائر جميل. شطور انت، شطور. اعتقد انه الغراب هو بياكل كل شيء، يعني بلاقي على الارض خبز مبلول ببله، هو ببله بوكله. انا شفته هذا بعيني، بروح عند المحلات، بروح عند المحلات اللي فيها اكثر شيء بكون نفايات، بحب ياكل الدود. حتى مره كان في حصان في منطقه ميت، وكان الغراب والغربان واقفه بتاكل في اللحم تبعه، بتحب تاكل برضه اللحوم، بتاكل كل شيء يعني. مزبوط، منقارك طويل يا عرس. تعال بدي انا اعلمك تضلك على القفص صاد هون. طيب بخليه يتعلم يضل على القفص صاد. زي ما قلت لكم انا بشوف كنت غربان بيجي هون، الجناح نصه بني هيك بني فاتح، وفي منه بيجي اسود اسود اسود. طبعا قانون الغربان عندهم في الحياة قوانين، عندهم محاكمات، عندهم عقاب، يعني عندهم شغلات كثيرة. طيور الغربان بالذات في عندها قوانين، عندها طريقة كيف تعيش، عندها التزام، عندها نظام، يعني طيور مو سهلة. لكن عندنا زي ما قلت لكم الكل بخاف منها، حتى إذا كانت تحوم في منطقة بخافوا، بقول لك في إشي في المنطقة. هذا عندنا هيك متعارف عليه. توكل. انا اليوم راح اجيب لك توكل لحم الدجاج، باكل كل شيء. مرات بنجيب اكل للكلاب بيطلع شكف لحم دجاج عشان صحته تتحسن وياكل. اليوم راح اظبطك. طيب شطور، تعال يلا روح تعال. خليك عندي يعني. ايوه شاطر شاطر. طبعا هذا اهم شيء شو بده ايش؟ بده حمل دائما. وشي بخلي هالولاد يحملوه اللي يتعود على الحمل.